الشرق عروسة الشرق بيتصبح بيتصبح. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. الحقيقة انه السيد الرئيس وجه لاستبدال طرق الري بالغمر لاستبدال الطرق الري الحديثة، وهي طبعا بتوفر كمية كبيرة جدا من المياه فضلا عن جودة المحصول. والحقيقة انه العالم كله اتجه لهذه التقنية توفيرا للمياه، لانه العالم كله طبعا بيبحث عن نقطة المياه. النهارده هنتكلم بتفاصيل اكتر عن النظم والطرق الحديثه للري من خلال لقائنا مع حضراتكم مع دكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزاره الموارد المائيه والري. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. ومعانا ايضا الحاج احمد جابر مزارع من مركز الشهداء بالمنوفيه وبيطبق النظم الري الحديثه. صباح الخير واهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. هنبدأ مع حضرتك دكتور إبراهيم، وعايزين نعرف السادة المشاهدين بالنظم الحديثة والجديدة للري واللي بتوفر نسب كبيرة من المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن حضراتكم كده في يعني في عجالة نقول إن احنا نظام الري في مصر، يعني احنا عندنا شبكة توزيع هنقول من يعني من أكبر شبكات التوزيع على مستوى العالم. شبكات توزيع بتخرج من يعني من نهر النيل بالتحديد، نقطة الخروج من السد العالي. نهر النيل بيدي ترع رئيسية، بيدي ترع فرعية، وبعدين ترع فرعية بندي مسائي. فهو النظام السائد في الأراضي في الوادي والدلتا إن احنا بنشتغل بنسميه الري بالغمر. الري بالغمر إن احنا بندي بنغمر الأرض بالمية فترات الري بتاعتها والمواسم المختلفة. يبقى ده النظام السائد في الأراضي القديمة. في الأراضي الجديدة أو الأراضي المستصلحة اللي احنا بنسميها توقف الظهير الصحراوي، اللي هي بدات الاستصلاح من الثمانينات او قبل الثمانينات، فالنظام السائد ان انا اللي هو نظم الري الحديثه. طب ايه الفرق بين نظم الري الحديثه والنظم الري بالغمر؟ وهل نظم الري الحديثه يصلح تطبيقها لكافه الاراضي الزراعيه؟ ما احنا بنقول مثلا في الاراضي الجديده اللي هي مثلا بتتسم بان الاراضي الرمليه. لا انا بتكلم على الاراضي العاديه، الفلاح الأراضي المصري العادي اللي اتعود ان هو يفتح الميه في مواعيد معينه ويغمر الارض. بالظبط. ما احنا هنشوف النهارده التجارب ان احنا فعلا كان النظام السائد في الاراضي الجديده ان احنا انظمه الري الحديث، وانظمه الري الحديث عديده، يعني ممكن نظام بالرش او نظام بالتنقيط او في تحت السطحي وفي اللي هو البيفوت المحوري، فيبقى ده السائد في الاراضي الجديده. النهارده بقى بدات ظاهره بقى كويسه جدا تظهر في الاراضي القديمه اللي هي في الوادي والدلتا. في الوادي والدلتا يعني بدات المزارعين تتحول من انظمه الري اللي هي بالغمر لانظمه ري حديثه. وهنقول بداوا يتحولوا بطرق شخصيه بطريقه فرديه. ويمكن معانا يمكن ان شاء الله مثال النهارده هيحكي القصه دي. فاحنا بدانا نعمل يعني زياره للمناطق كلها. يمكن انت عارف حاجه، احنا بنتكلم على هيكل الوزاره والهيكل اللي هو الايه من الجانب الاخر اللي هو المزارعين. فاحنا عندنا من هيكل الوزاره اللي هو الهيكل بتاع الوزاره، من ناحيه المزارعين عندنا منظمات من المستخدمين وروابط بنسميها روابط مستخدمين المياه على مستويات مختلفه، مستويات المسائي، مستويات الترع الفرعيه اللي اخر تفريع في الشبكه نفسها. فاحنا من خلال روابط مستخدمي المياه عندنا جهاز التوجيه المائي في قطاع تطوير الري، بدانا نعمل زي حصر او زيارات للمناطق للاراضي. فاكتشفنا ان فعلا في زمامات كثيره جدا في الوادي والدلتا حولت لري حديث في الاراضي القديمه. طبعا ده بخلاف اللي هو النظام السائد لري بالغمر. فبدات المزارعين يعني يمكن دي حاجه زي ما قلت تجارب شخصيه، يحول ارضه في الوادي والدلتا على حسب نوع الزراعات لتنقيط او رش، وبدا هو يشوف النتيجه بنفسه. تمام. ويعني يمكن لما هنشوف تجارب المزارعين يمكن بتكلفه بسيطه باسلوب بسيط ان هو بدا يحول ارضه، وبدا يعمل كمان يشوف الفرق ما بين لما كان بيروي الارض بالغمر او بيرويها ري حديث. يعني هو يمكن الري الحديث ميزته ان انا بدي النبات احتياجاته من المياه بتوقيات معينه، بدخل السماد بشكل منتظم على حسب احتياجاته. فهو فاكتشف المزارع نفسه ان هو اولا طبعا بيوفر له تكاليف او مستلزمات الزراعه نفسها، مفيش هدر، بيديله انتاجيه اعلى، بيديله منتج جودته اعلى كمان. فهو بدا المزارع نفسه ينشر الفكر نفسه. فعشان كده يمكن انا اقول لحضرتك كوزاره ري، احنا كوزاره ري يمكن من قبل 2018 بدانا ان احنا ناخد المبادره ان احنا فعلا موضوع ان احنا طبعا انت عارف حضرتك ان يمكن دايما يعني الحاجه ام الاختراع زي ما بيقولوا، يعني
يمكن من التحديات اللي احنا بنواجهها في منظومه الموارد المائيه، تحديات باي شكل يعني. فاحنا بدانا نفكر ان احنا طب ليه ما نطبقش انظمه ري حديث ولا قديمه؟ فبدانا احنا كوزاره ناخد المبادره، وفعلا كوزاره نفذنا منطقه تجريبيه في ارض قديمه اللي هي الارض اللي هي المعاورات بتشتغل غمر، وعملنا فعلا منطقه تجريبيه في منطقه اسمها سيله في الفيوم. عملناها احنا كتنفيذ كوزاره. فالمنطقه دي بالظبط 200 فدان عباره عن اربع قطع، وكل قطعه جمع المزارعين. يعني هو يمكن ميزه الري الحديث ان هو بيجمع المزارعين، يعني مثلا 12 مزارع 11 مزارع كل واحد بيروي محصول بشكل معين. ممكن الموضوع ده اولا يعني بنجمع اراضي ونجمع محصول، يعني صحيح. احنا ممكن بنسميها لاند كونسوليديشن وكروب كونسوليديشن. ففعلا بدانا مع المزارعين بخطوات كده كمنطقه تجريبيه. هو الحقيقه اللي حضرتك بتقوله كلام مهم جدا ومحترم جدا، ومحتاج ان هو يتم تطبيقه وفقا لدراسات، لانه برضو احنا محتاجين الرقعه الزراعيه، توحيد زراعه الرقعه الزراعيه لضمان المحصول وفي نفس الوقت جوده المحصول. انا عايز اسال الحاج احمد، وهو يعني تجربه حيه على ارض الواقع، استبدل الري بالغمر بطرق الري الحديث. حضرتك ليه لجأت ان انت تستبدل طرق الغمر مع انه اسهل؟ ليه اخذت الطرق الري الحديث؟ حضرتك انا جربت عندي في اربع فدادين كبدايه في الارض السمراء. شوف الارض يعني الزراعه بتيجي لنا من الجبل حلوه نظيفه وتسويقها حلو وبتاع وجودتها حلوه. فجربت عندي باربع فدادين كبدايه. اول ما زرعتهم بطاطس، يعني المركز انبهر بالانتاج. اما جيت احصد المحصول جبت الروابط كلها كرئيس رابطه، جمعت الروابط والتوجيه المائي عندنا عامل شغل عالي جدا. جمعنا الروابط والناس شافت على الطبيعه، يعني حاجه جديده في ارض سمراء، ارض بالغمر حولتها لارض طنجير. اولا المحصول حلو جدا، الجوده عاليه في التصدير، ما فيش العفن بني بقى بتاع البطاطس ولا الكلام ده، جوده المحصول عاليه. الارض كمان استريحت، الارض ما بتشرب بحساب، ده حاجه حلوه. صح، واخده بال حضرتك؟ يعني هو ده ذكاء الفلاح المصري طبعا. ما لازم الواحد يشوف التجربه طبعا. مع نفسك عملناها والناس شافتها، الناس انبهرت بيها وبدات عملت تجربه تانية بعدها. الدكتور ابراهيم راح وشاف التجربه ومعالي الوزير، عملنا تجربه رش كمان تاني عندي في مساحة، وجمعت اخواتي وعملنا ارضهم، وخدت ارض بالايجار جنبي ثلاثة اربع فدادين وعملتهم. الجيران بقى اما جت شافت وبتاع، بدأنا من اربع فدادين وصلناهم 1000 فدان ما شاء الله، ودخلنا في الالف التاني عملنا 200 فدان. حضرتك يوميا شغالين عندنا صراحة. رئيس قطاع التطوير الدكتور ابراهيم عامل شغل عالي جدا، حتى معالي الوزير الدكتور محمد عبعاطي اما يعني شاف الموضوع ده حلو جدا والناس مستجابه ليه، عملوا على حساب الدوله بالقسط سنتين اتنين للفلاح، الفلاح يدفعهم المحصول على سنتين اتنين والوزاره اللي تدفع الحساب، وعملنا مساحات كتيره جدا جدا. ده لتوفير اولا بنوفر ميه، وفر ميه يعني مستلزمات الانتاج. إيه حضرتك ذكرتها لتوفير المعدات المستلزمات؟ لا حضرتك، هم بوفر، هم بيقولوا بييجوا يعملوا لنا الشبكه كلها بالمصاريف كلها بكلفه الشبكه، واحنا كفلاحين بنسددها على اقساط على سنتين اتنين بحيث ما تحسش بثمنها. اما بنطلع زرعه بتبقى راحه ليا، بدل ما ندفع في الفدان 10000 جنيه مره واحده، لا بندفعهم اقساط، كل زرعه ندفع 2000 تبقى كويسه لنا. فصراحة يعني وزير الري عامل شغل عالي عالي، ويعني مساند الفلاح جامد، ويعني صراحة ما شفناش كده خالص. والبعدين ده كله للدولة، يعني أنا ما وفرت مية، وفرت جاز، يعني أنا ما بدور المكنة غمر باخد صفيحة جاز، صفيحة الجاز ب 135، أما أخد ربع ب 40 جنيه، يبقى وفرت قد إيه للدولة؟ محصول عالي، ووفرت بقى عمالة، وفرت كماوي، والكيماوي اللي انا بحطه في الارض الغبر بينزل كله في الصرف، الزراعه ما بتاخدش منه الا حاجات بسيطه، انما في الطنجيد بنحطه في السماده، يعني بينزل للزرعه كده في جدرها يستفيد بيها انما احنا وفرنا كل شيء، والفلاح بدا يشوف على الطبيعه.
اما بيجي يشوف زميله عمل كده والنتج ما هو بينبهر بيه روح خارج. يعني وفرنا كميه كبيره، ده اقتصاد دوله طبعا. يعني احنا رخلين وفرنا اقتصاد دوله من عماله لمبيدات لانفاق، كل ده لاسناد لجاز وجوده المحصول عاليه طبعا. يعني وهو الحقيقه لو احنا رجعنا وقلنا انه الفلاح المصري دايما كان عنده ابتكارات في اساليب الزراعه واساليب الري، وده شفناه من قديم الازل على جدران المعابد. فلما دلوقتي كمان يبقى فيه اسلوب متطور للري يضمن جوده للارض وجوده للمحصول وتوفير للموارد الطبيعيه للاجيال القادمه، في نفس الوقت انتاجيه عاليه بجوده عاليه، لازم كل الفلاحين مصر وطبعا الوزاره زي ما حضرتك ذكرت بتوفر المعدات والمستلزمات لتحويل سبل الري للتنقيط او الرش، والفلاح بيتكلف في الموضوع ده هو بالتقسيط. فطبعا يعني ليه ما نحولش كل نظم الري لاساليب ري حديثه؟ ايه اللي يعوقنا يا فندم؟ والله التجربه اللي قالها العمده الحاج احمد، يمكن احنا عرفنا التجارب من زيارتهم هم. يعني يمكن سبب معرفتنا بدانا ننزل ارض الواقع، عملنا زي مسابقه للمزارعين. يعني احنا زي ما بقول لحضرتك في كده تشكيلات من الروابط على الترع الفرعيه، يعني اخر تفريع في الشبكه عندنا في الترع الفرعيه. فالروابط قلنا نعمل مسابقه ما بين المزارعين كنوع من جديد نشوف افضل الممارسات. فبدانا نتعرف بقى على الحاج احمد وناس على مستوى المحافظات، وبدانا نشوف عمل التجربه ازاي، وبدانا نقيمها من نواحي عديده، سواء الانتاجيه، سواء جوده المحصول، سواء ساعات الري، تكاليف التشغيل. فده اللي شجعنا، قلنا طب ليه احنا عملنا اول منطقه تجريبيه، وبرده يمكن معالي الوزير برده خد المبادره، احنا دلوقتي عايزين نساعد المزارع طبعا. فعملنا بروتوكولات مع البنوك الوطنيه، بروتوكول مع البنك الاهلي، وبروتوكول مع البنك الزراعي المصري، بحيث ان هو يمول المزارعين. في مبادره جديده بقى خدناها يمكن من فتره مش كبيره، من سنه وشويه، قلنا طب ما احنا لما شفنا المزارع بيقدر يركب بنفسه، طب انا ليه ما اجيبلوش مستلزمات اللي هي الانتاج نفسها او مستلزمات الري الحديث، ويعني اعمله زي توريدات فقط، وهو بخبرته يقوم بتركيب الشبكة. يمكن العمده اشتغل اربع فايدين ثلاثه، ودلوقتي بيشتغل في 1200 فدان وبيساعد الاهالي، يعني بيروح يساعد الناس في التركيبات. وفعلا نجحنا من هذه التجربه. احنا طبعا لما بنعمل بنقول بنسميها كمنطقه تجريبيه 10 او 12 فدان بس، بنشتغل على محافظات عديده. ليه؟ بنعملها كنوع من الاويرنس او رفع درجه الوعي للمزارعين. يعني المزارع خلاص وردت له المستلزمات، سواء مثلا المواسير او المحابس او السماده او الفلاتر، وهو يبدا يركب بنفسه، ويبدا بقى هو برضو كمتطوع يبتدي يستقبل الناس. هو عامل 12 فدان، خلاص انا ساعدته في التوريدات، وزي ما قال العمده بنعملها له على فترات بسيطه بدون فوائد. يبدا هو يستقبل الناس، اللي بيجي عنده يقول له طب انت اشتغلت ازاي، يبدا يتحرك لمكان تاني. وهو حتى متطوع، وبيقول من 7 فدادين ل 1200 فدان. فالموضوع انتشر في جميع المحافظات دلوقتي. الموضوع انتشر في جميع المحافظات كمناطق تجريبيه. ما هو يعني بما ان احنا الموضوع انتشر في كافه المحافظات كمناطق تجريبيه والحمد لله رب نجح، عايزين نعمم الفكره اكتر. هل محتاجين بالزبط ترويج اعلامي اكتر لفكره الوصول للفلاح المصري واقناعه بتغيير نظام الري بحيث ان هو يستفيد ويوفر ميه؟ العالم كله بيتكلم على توفير الميه. بالظبط حضرتك، احنا فعلا عاملين عندنا حمله للتوعيه. انا عندنا جهاز الاعلام المائي طبعا داخل الوزاره، عندنا جهاز للتوجيه المائي. جهاز التوجيه المائي ده اللي هو بيتصل مباشره بالمزارعين، بيتصل من خلال ان هو بيشكل روابط لمستخدمي المياه، بيبتدي يقدم لهم بقى الدعم الفني والمؤسسي. ويمكن معظم حملات التوعيه اللي احنا شغالينها دلوقتي اللي هي فوائد الري الحديث بيبتدي ينتشر في الجمهوريه كلها. وفعلا نتيجه انتشار هذه الحملات فعلا بدات الزمامات تزيد. طبعا احنا بنشتغل دلوقتي على حاجات متفرقه، لا احنا دلوقتي عندنا خطه فعلا للدوله ان احنا موضوع تعميم الري الحديث. عندنا مثلا الاراضي الجديده مساحات حوالي 400 الف فدان هتحول لنظم ري حديث. عندنا برضو يعني احنا انت عارف يا سيادتك احنا في تنسيق عالي جدا مع وزاره الزراعه على مستوى الوزاره، واحنا على مستوى يعني جميع المستويات داخل الوزاره حد مستوى الاقليمي من خلال المحافظات نفسها. فاحنا بالفعل اتفقنا على خطه، مش بنتكلم بقى على فدادين صغيره. طبعا الفدادين الصغيره دي اللي هتجيب الايه؟ اللي هتنشر الفكر كله طبعا. فالفدين احنا بنتكلم على مساحات بقى دلوقتي ملايين هننشر فيها الري الحديث. بنتكلم على مساحات زي ما قلت لحضرتك اراضي جديده هتحول لري حديث. بنتكلم على اشجار وبساتين موجوده في الوادي والدلتا، مساحات يمكن قرب المليون فدان.
دي ازاي ان هي الاشجار دي يعني كانت مثلا او البساتين دي بتروي بالغمر هنحولها لري حديث. خرجنا للوادي الجديد، خرجنا بقى وبعد كده يبقى حطيناها كمراحل. وبعدين بقى الوادي والدلتا الارض القديمه، الارض القديمه احنا خلاص احنا اتاكدنا، وطبعا احنا بنتابع التجربه، احنا مش طبعا احنا بنتابع جميع هذه التجارب، وكمان يجب نشوف شكلها يعني ايه. اجراء التجارب هل تصلح لكافه المزروعات ولا بتصلح لمزروعات بعينها؟ والله يا فندم احنا نقول لحضرتك احنا جمعنا من خبرات المزارعين، لقينا معظم المحاصيل بتشتغل ري حديث. يمكن العمده على رز. لا معاك طبعا ده 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 ليه اهو ده بقى الخبر الجديد. ولو ان برضه يعني مش عارفين ان ارض الرز دي لازم تبقى مليانه برضه يعني في زراعات ارز على برضه على طرق حديثه، بس يعني ايه بس خلينا نتكلم نتكلم في الجزئيه دي. يعني هو يمكن احنا العمده قال في مؤتمر يعني مع الوزير دكتور احمد عباطي بدا في فكره جميله قوي، قال طب ليه ما نعملش يعني العمده كان خد مركز اول في سنه من السنين، احنا عملنا المسابقه دي يمكن حضرتك سمعت عن الكاري ووتر ويك اسبوع قرار المياه. اها. عملناه في النسخه الاولى 2018 2019 وبعدين حاليا 2020 بس ايه؟ عشان الظروف طبعا بس احنا بنشتغله برضه. اه. فمثلا اول سنه اتقدم مثلا حاجه و30 رابطه، اللي بعديها حاجه و70 رابطه، السنه دي تقدم لنا 200 رابطه للمسابقه هم اللي بيتقدموا. فاصبح ان الموضوع ان الروابط بتتسابق على الري الحديث. فهو مثلا ورينا حاجه بنعمل بقى مؤتمر بيؤتمر بيحضره الوزير ممكن وزراء ممكن المحافظ، هو المزارع نفسه حضرتك بيقدم التجربه يعني هو بيدعو المزارعين من مناطق ثانيه من محافظات اخرى ويقول التجربه بتاعته وبرده المتسابقين نفسهم وكل والناس تسمع يعني جايبين روابط اعداد كبيره يبقى كنوع من رفع درجه الوعي يبتدوا ينفذوا. فهو يمكن من تجربته انا فاكر وتجارب اخرى هو نفسه عمل نعمل مقارنه يعني عنده مثلا حاجه نفس المحصول وليكن البطاطس مثلا فقال انا هزرع دي رأي حديث ودي غمر وهزرع دي غمر واتفرج بنفسه. والمزارع اللي انا نفذت له برضه في الفيوم عمل نفس التجربه قدامي يعني هو يعني قلب جزء كبير من ارضه حوالي 80 فدان قلبهم كلهم هم 12 واحد قلبوا بس هم نباتات عطريه اللي هي بيطلع منها بقى الزيوت عشان الواتور وكده. فهو خلى برضه جزء من الارض يروي غمر والجزء الاخر المنظر حكى مختلف تماما يعني درجه الخضار نفسه ونمو المحصول نفسه كان شكل أفضل. مبهر يعني ما شاء الله يعني طبعا احنا بنتمنى ان الفكره تعمم ما بين كل فلاحين مصر. ان شاء الله طبعا احنا عندنا خطه دلوقتي الخطه طبعا بتقدمها وزاره الري والحقيقه احنا بنراهن على ذكاء الفلاح المصري. يعني الحاج احمد قال لك انا شفت المنتج جاي من الجبل شكله كذا فقررت ان انا اجرب، يعني دايما اللي بيجرب وفقا لدراسات علميه بيفوز في النهايه. نشكر حضراتكم واهلا بيكم معانا وان شاء الله يعني يكون لنا لقاء مره ثانيه ويكون في خطه اعلاميه ايضا لمجابهه المجهودات اللي بتقوم بيها وزاره الري لتعميم فكره الري الحديث على كافه اراضي مصر. هنطلع فاصل مع كل الساده المشاهدين دلوقتي ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وفقرتنا القادمه في مصر. صباحك حب مش عادي ولو صعبة الحياة فيكي نعدلها في عز الصعب بنجيلك ووقت الأزمة بنشيلك ولو ناقص حاجات فيكي نكملها صبح على مصر بنجيلك.